بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وفقنا لخدمة زوار أبا عبد الله الحسين وذلك في المفرزة الطبية التابعة لجامعة الكفيل، وذلك عن طريق تقديم الرعاية الصحية الكاملة لزوار المولى أبا عبد الله الحسين. المفرزة تضمن تقديم العلاجات الطبية وكذلك ضمان للجروح والحروق وقياس الضغط وقياس السكر للزائرين الكرام. جامعة الكفيل ليست حريصة أن تكون متميزة في مجال الدراسة فقط، ولكن تحرص أن تكون متميزة في مجال الخدمة الحسينية، وهذا ما عهدناه من جامعة الكفيل وهذه الجامعة الرصينة. طوعنا الخدمة في موكب جامعة الكفيل، نقدم الخدمات لزوار أبا عبد الله، ومنها الخدمات تعقيم الجروح، قياس الضغط والسكر، آلام الأسنان. وأسأل الله التوفيق لنا ولكم، وشكرا على هذه الخدمات تقدمها جامعة الكفيل.